السيسي بطل جديد لخطاب الكوارث. الرجل كلما تحدث ارتجل، وكلما ارتجل أخطأ، وكلما أخطأ سخر منه المصريون. الناس عايزة تعيش، الناس عايزة كامل تأكل وتعيش، عايزة تعيش. الدولة مش أكل وشرب، الدولة دولة حاجة تانية خالص. الدولة إيه يا سيادة الرئيس؟ ما تقول لنا. عبد الفتاح السيسي في أول الخطاب يقول يلعب عبد الفتاح السيسي بعد ربع ساعة من الخطاب. عبد الفتاح السيسي اللي سمعناه من شوية يقول ليه عبد الفتاح السيسي اللي سمعناه دلوقتي. خطاب الكوارث تحدث فيه السيسي بكل حاجة وعكسها، فالدول لا تبنى بالطعام والشراب، ولكن الناس يريدون أن يأكلوا ويشربوا. هكذا نقد السيسي نفسه في كلمته اليوم. بس خلي بالك، الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، الناس مش هتفضل هيسيبك. لا لا، هيسيبك ويطلع البحر يهاجر. هنا الراجل بيعمل ايه؟ الراجل هنا بيقول الحاجة وعكسها. يعني لما يبقى الموضوع هيخدمه في قصة ان الدولة مش اكل وشرب، يلا يا عم الدولة مش اكل وشرب، انتوا مش فاهمين يعني ايه دولة. دولة يعني طرق وكباري وبنية تحتية ومشروعات ومش عارف ايه. لما الدنيا ما تزبطش معاه وان لا عايز يقول انه بيعمل مشروعات حلوة عشان يأكل الناس، فالناس بتاكل وعايزة تاكل وتعيش، ولو ما عملناش المشروعات دي هيسيبونا ويطلعوا على البحر. خطاب زاد كراهيته لدى الشعب المصري، وأكد على حقيقة واحدة، أن مشكلة مصر الرئيسية باتت في وجود السيسي.